امرأة يابانية في قضية طويلة قرأت حياة فاطمة صلوات الله عليها فأعلنت إسلامها من حياتها. قالت هذا هو النموذج الذي كنت أبحث عنه. أحد التجار أو وكلاء التجار في طهران، أحد الإخوة أعطاه كتاب الوالد ما هو الإسلام، كتاب مختصر مترجم باللغة الإنجليزية. بعد فترة ذاك الرجل قال لهذا الأخ أنه أنا رحت إلى فلان دولة أجنبية، عندنا تعامل تجاري، امرأة كانت في تلك الشركة أعطيتها هذا الكتاب. بعد يومين جاءت وأعلنت تشيعها. المرأة الغربية، المرأة العالمية، وحتى المرأة المسلمة تحتاج إلى هذا النموذج. الصديقة الكبرى صلوات الله عليها، لاحظوا هذا النموذج، حتى إحنا نحتاج. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول فوالله ما أغضبتها ولا أغضبت. ما نحتاج إلى مثل هذا النموذج، العالم ما يحتاج إلى هذا النموذج. المرأة إذا في العالم تجد هذا النموذج، هذا مو بديل أفضل من هذه النماذج الموجودة. وفي وصيتها صلوات الله عليها قالت يا ابن عم ما وجدتني كاذبة ولا كذبة واحد. هذا لعله تعليم لنا ولزوجاتنا. وفي مقطع آخر ولا خالفتك منذ عاشرتني. إحنا ما نحتاج إلى هذا النموذج، عوائلنا ما يحتاجون إلى هذا النموذج. إحنا إذا طرحنا هذا النموذج لعوائلنا إحنا لا نسعد في دنيانا. لاحظوا هذه النماذج. النبي صلى الله عليه وآله قال لها لا تطلبي من علي شيئا. ولذلك في يوم من الأيام أمير المؤمنين دخل الدار، مضمون الرواية، وقال هل في البيت شيء؟ عندك شيء؟ قالت منذ الثلاث ماكو في البيت شيء. أمير المؤمنين قال لماذا لم تخبريني؟ قالت لأن أبي نهاني عن ذلك. امرأة لا تطلب من زوجها شيء. عندنا ما نحتاج إلى هذا النموذج. المرأة التي تربي مثل زينب وأم كلثوم صلوات الله عليهم، إحنا ما نحتاج إلى هذا النموذج. الإمام الحسن والإمام الحسين في مكانهما، فاطمة صلوات الله عليها في حياتها العائلية، فاطمة صلوات الله عليها في حياتها مع زوجها، فاطمة صلوات الله عليها في تعاملها مع أبنائها، فاطمة العالمة، فاطمة المجاهدة. جاهدت. الآن بغض النظر عن الإمامة، المعصومون كانوا المجاهدين ضد الطغاة وضد الحكومات المستبدة. يعني بعبارة أخرى كانوا قلاع الحرية أئمة أهل البيت والمعصومون صلوات الله عليه. إحنا في الواقع نحتاج إلى عرض هذا النموذج في بلادنا، في عوائلنا، وللعالم.